اتفضلي. انا جوليا ميلاد من شباب 25 يناير، ودي الكلمه اللي بحب اقولها من اول الثوره ومن اول ما بدينا نطلع على الاعلام، وهي ليها علاقه قويه النهارده بالمؤتمر اللي احنا عاملينه. الكلمه دي بالذات وهي ان احنا لازم نكون تحت اطار واحد، اللي هو كل الشباب اللي طلعوا في 25 يناير عايزين نوحد كل اسماء الائتلافات، كل اسماء الحركات، كل اسماء الاحزاب اللي بيتجمع تحت ظلها الشباب تحت مسمى واحد. ليه اقترحنا دوت؟ اكيد ليه اهداف هذا المؤتمر. اول هدف من اهداف هذا المؤتمر واهداف التوحيد، المجلس الاعلى للقوات المسلحه بيحاول يخترق الشباب ويخترق قواه، سواء بالتخوين او سواء بتعداد اعداد كبيره من الائتلافات ومن الحركات اللي موجوده في الشارع الشبابيه واعلامها على التلفزيون، طبعا بيشارك فيها الاعلام الموجه، فبينفقد ثقه الناس والشارع في قوه الشباب وتوجهاتهم. فحبينا نجمع كل القوى الثوريه التي شاركت فعلا في 25 يناير والتي مستمره الى الان في تحقيق الثوره تحت ظل اسم واحد باختيار الشباب. والنهارده هذا المؤتمر هو عباره عن سلسله مؤتمرات، وكان النهارده دوت اول اجتماع للتعارف، لانه في جزء كبير من القوى الموجوده النهارده الشبابيه معانا في المجلس الوطني، في جزء كبير مش موجود، وفي مستقلين وياخدوا فكرة وأهداف المؤتمر ويعرضوها على حركاتهم. وهنتم الإعلان عن مؤتمر تاني خلال 10 أيام هيتم فيها من كل الحركات تقديم مقترحات وآليات لتحقيق هذه الوحدة، وهنتم مباحثتها وهنعرضها في المؤتمر القادم للخروج باسم موحد ومظلة موحدة لشباب الثورة. ثانيا، كنا هدف من أهداف التوحيد ارجاع ثقة الشعب والشارع المصري في الثوار المصريين، لأننا مقدمين على مرحلة قادمة فارقة في حياة المصريين وهي الانتخابات. وهل سيوافق الثوار وهم الشرعية الآن على قبول قانون الانتخاب أم سيرفضه، وبالتالي لم يصبح عندنا قانون انتخابات والوقوف ونتنحى عن الانتخابات؟ فكل دوت كان النهاردة بيتناقش في هذا المؤتمر، وإن شاء الله في عندنا مؤتمر قادم خلال 10 أيام. المؤتمر دوت هنعلن فيه عن اسم الاتحاد أو المظلة أو الاسم الموحد للشباب لجميع الحركات الشبابية، وهنعلن عن خطتنا للانتخابات أو عن خطتنا في الوقوف ضد هذا القانون، قانون الانتخابات الذي لا يقبله شباب الثورة. شكرا، تفضل.